تيخة، ده وقت أغنية المقدمة. موافق يا بوبو، أنت عايزني أعمل إيه؟ ماشي، إيه رأيك لو تلعب جيتار؟ بوبو أنا ما عنديش إيدين. فعلا، ماشي، ممكن تعزف بدي؟ مش عاوز ألعب بيها، شكلي هيبقى سخيف. يا أخي يلا بقى، هتكون لذيذة. لا مش لاعب. علشان الولاد صغيرين. ماشي، لكن أرجوكم ما تضحكوش. ماشي يلا بينا نبتدي، اطلع يلا. لو بتحب تشوف الطماطم ماشية بتتنطط في البيت، أو تتفرج على البطاطس لكن مش مقلية في زيت، تعال معانا نتفرج ونشوف. حواديت 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 حواديت. أستاذ خيار عن الخضار جاي يحكي لنا حواديت.